السلام عليكم بنات، عواشر مباركه باش ما تمنيتو. كما كتشوفوا انا بديت كنستعد لرمضان، اللهم بلغنا بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو ان شاء الله. كما كتشوفوا البنات هنايا السطح عندنا كيخلع، واخا هكداك طلعت صبنت واحد الزربيه واحد الكويطات. هاد الكويطات كنفزكهم في البانيو وكنبقى نشف عليهم بحال البطانيه، كي صراحه كيسهلوا عليا الماموريه. كما كتشوفوا كما كتشوفوا البنات اليوم صراحه كما هضرت لكم على العواشر، كل مره كندير حاجه، مره كنحك جيكس، مره كنخمال. المهم انا ان شاء الله غنصور لكم فيديو ان شاء الله، وسمحوا لي كنتعطل عليكم، راكو عارفين انا مرضت صراحه من صبنت هذيك الزربيه كما كتشوفوا، مرضت فيها واحد المرضى. هي صورت لكم مقتطفات، وهنا كتشوفوا هذا النهار التالي يعني الموالي. هنا كنت عارضه على مرات خويا ويعني خويا ومراته، كنت عارضه عليهم. هنا كتشوفوا البيض باش غنصايب الكيكه، الكفته درت شي غير شويه الكفته باش غنديرها للغدا، وهنا الخمارات غنصبق الكيكه هي الاولى باش غنصايبها، والباربه هي غنمشي نغسلها نقيها باش غندير لهم واحد السلطه بالليل. كتعرفوا الدراري كاينين خوتي صغار، صراحه الدراري كاين اللي ما كياكلوش اللحم بحال دابا انا ولدي ما كياكلوش المرقه هكذا بزاف، هذا نديروا هاد السلطه في الاول. هنا البنات غنطلق الباربه كما كتشوفوا، هنا راه العشرة ديال الصباح، هنايا الباربه درتها تطلق. وكما كتشوفوا انا كنبدا الشغل بكري شويه ملي كيكون جايين عندي الضياف، واخا هادو صراحه ماشي ضياف يعني، ما تاخذوش هاد الفيديو ان هادشي ضياف، وهذا هادو عائله يعني احنا عائله بعضياتنا وصافي. هنا البنات الكيكه درتها كات ديال ربعه البيضات، طبيعة الحال درتها بالحليب ديال الجوده ماشي بسانتر، انا مع المقاطعه، وصراحه عجبتني هذه الفكره والطريقه ديال العقليه، عجبتني انهم فكروا بهذه الطريقه ديال المقاطعه احسن يعني. وصراحه انا معاهم صراحه، وانا بما انا بنت الشعب ضروري غادي نكون معاهم. وكما كتشوفوا البنات هنايا شرملت اللحم، اللحم انا درته لكم في العيد الكبير، درت لكم في العيد الكبير، صورت لكم العراضه نفسها. درت القزبر والمعدنوس، القزبر حبوب، الطماط الزعفران، الملحه، سكنجبير، القرفه. ومهم هادو دابا غنشرمل اللحيمه ديالي وغنخليها، انا كيعجبني الحاجه نشرملها على الدجاج ولا اللحم، كتجي صراحه الماكله لذيذه. هنا غادي نطيب غير اللحيمه صافي، وغادي نديرها طيب في الطنجره، كتعجبني هاد الطنجره هي اصلا حيت هي اللي عندي، واصلا كتجي فيها الماكله لذيذه احسن من الكوكوت باش ما يتفرتتش ليا اللحم يطيب. ومن نجي نغرف يعني كل طريه فيكون في بلاصه يعني ما كات ماشي بحال الكوكوت. المهم كل واحد كيفاش شنو كيدير. هنا غادي نشرمل اللحيمه ديالي وصافي، والباربه حتى هي راه نمشي نسد عليها في الكوكوت، عندي لها واحد طريه في السكر باش تطيب ليا وصافي. وغادي من بعد نقي البطاطا والجزر حتى هما غادي نسلقهم، ونسلق البيض، غنسلق غير واحد جوج بيضات باش نزين بهم السلطه، وغنغطيها هنايا بواحد الصوينيه وصافي. وغادي نخضر غنزينها بالبرقوق والزبيب، وهنا كما كتشوفوا الخيار حتى هو غنمشي نوصلو، ومطيشه غنرجع للتلاجة، البرقوق وهذا الشيء كامل غادي ندي لافابو نغسل المعناتي، لان راه الماء الباقي ديال الفطور كما قلت لكم بديت بالروينه ديال هذا الشيء اللي غنوجد للعشاء، باش من انا هكذا سبحان الله عزيز عليا ملي يكونوا جايين الضيف كنبدا بداك الشيء ديال الضيف هو الاول عاد كنشوف انا يا شغلي. هنا كتشوفوا البنات يلاه فطرنا، انا كنوريكم داك الشيء على طبيعته، وهاد الطلامط كما كتشوفوا ملمطا بهم تحت دوك الطلامط البيستاج اللي دائما كتشوفوهم، مي كنحيد دوك الطلامط كيبقاو ليا هادو، هادوك غادي نخليهم هما باش غندوز ان شاء الله رمضان سبحان الله ما كتابوش. وسخهم ليا ولدي فطريت، ما غنخليش في الصالون جايني الناس، غادي نخليه لمط بالطلامط الاخرين. وكتشوفوا هنايا اليوم خملت هاد النهار، خملت فيه الصالون واخا كانوا جاييني الضياف، صراحه خملتو لانه ساهل، وصراحه صورتو معاكم كنصورتو معاكم واحد المره استعداد لرمضان، تلقاو هذاك لا فيديو. هنا البنات صافي فرشت الكويطات اللي شتيهم صبنتهم في السطح. بالنسبه للكويطات ما وريتكمش الطريقه، انا كندير لهم شامبوان ديال العبار وصافي، وكنديرهم صراحه في البانيو، ما كندير لهم حتى الصابون لا والو، صراحه كنشتف عليهم بحال البطانيات، ما عرفتش الطريقه، المهم كنلقاها احسن.
وهنايا كتشوفوا طلقت لاناب والطابله غادي نقلبها ونضرب واحد الجفيفه للدار وعاد نمشي نكمل عاوتاني داك الشيء اللي بقى ليا في الكوزينه. ونتمنى البنات يعجبكم هاد لا فيديو صراحه، واخا صورتكم من هنا من هنا. وكما كتشوفوا هاد الصاله ما كنتش غنلمطها، كنت غنخليها حتى لرمضان ان شاء الله، يعني حتى يدوز رمضان، ولكن ضروري باش يلقاو الدراري لي سباس فين يلعبوا. وهذا صافي معتمد بالله، ها هو عطيتو فرشت ليه واحد البطانيه ولبستو البانطوفه من البروده وخليته فرشت ليه هاد البطانيه ديالو لاني ديجا غنصبنها. دابا وليت كنصبن الغطا والباربه هي تسلقات تسلقات ليا. كما قلت لكم دابا الغطا غنبدا نصبنو، وحتى هو كنصبنو بشامبوان. المهم الا صبنته ان شاء الله راه غادي ندير معكم لوتين. وصافي هنا البنات الخص هو غنرقدو في الماء وغنكب عليه شويه الخل الابيض. وهنا الكفته ديالي هي كطيب ليا الغديوه ديالي، وغندير ليها غير شويه البيض من الفوق وغادي نتغداو بها. هنا كما كتشوفوا البنات انا مع المقاطعه الحليب الجوده. صراحه عجبتني هذه الفكره وهذه الطريقه كما قلت لكم. المهم نقاطعوا اي حاجه، اي حاجه اللي نشوفوها غادي يزيدوها علينا نقاطعوها، ما عدا ما نقاطعوش غير الناس وما نقطعوش الهضره مع بعضياتنا وهذه العواشر ونقطعوا اي حاجه. كما كتشوفوا البنات هنا البرقوق درتو يتسلق والزبيب وجدت ديك الكيكه واللحم درتو يتقلى باش ميجوني يعني تجيني خويا ومراتو يلقاو داكشي، يعني نجلس معاهم نضحكو ما نبقاش عاد كل مره غادا للكوزينه. يعني انا صراحه ما كيعجبنيش شي حد كتكوني ضايفه عندو كتلقاي مخشي غير في الكوزينه، ما كيعطيش الوقت لهذا. المهم كما قلت لكم هادو ماشي ضياف يعني منا وعلينا، ولكن كما قلت لكم لا ضيف لا عائله، نستغلوا داك الوقيته اللي يجي عندنا فيها نجلسوا معاهم نضحكوا معاهم، ما نبقاوش غير مخشيين في الكوزينه او المطبخ. هنا البنات ملي درت اللحمه ديالي طيب صافي حطيت لهم الكوتي الكيكه والقهوه كما كتشوفوا. هذيك السوبي راه معتمد هرس عليا، ديك السوبي راه كما قلت لكم السكر هرس عليا معتمد، ما كاين غير هرس. وصافي هنا الباربه سلقتها غادي نديرها كما كتشوفوا كنصور بيد وحده. علاش؟ باش نختصر لكم الصراحه، لان الفيديو البورطابل ما كيهش ليا دائما كنقولها لكم، داك علاش ما كندير لكمش الفيديوهات طوال. صافي هنا خيزو كما كتشوفوا سلقتو وكلهم دايره لهم الملحه وشويه الخل، ما كثرتش لهم الملحه لاني غندير لهم مايونيز من الفوق. المايونيز شي نهار ان شاء الله نشاركو معاكم، كندير فيه انا غير بيضه كيجيني زوين وكيدوز ليا ديك عندي صراحه جوج ديال الافكار ديال المايونيز كيجيو غزالين، جوج ديال الوصفات. المره الجايه ان شاء الله نشاركو معاكم. كما كتشوفوا هاد القطعه ديال البيض غادي نستعمل غير جوج بيضات، ولكن غتخرج ليا هاد القطعه غيخرجوا دوائر، غنزين بهم هاد الشلاضه او السلطه اللي درت. ها السلطه ديال الجرده كما كتشوفوا البيض كيجي دوائر كيجي زباون هكذا كيجيو شرائح رقاق. ومن بعد البنات كما كتشوفوا حطيت السلطه وخديت دوك المعلقات ديال البدا درت فيهم المايونيز وكتزين صراحه جاوا هكذا زوينين. واللحمه ديالي ها هي كما كتشوفوا اللحمه هي وجدات، ودرت معها الزيتون وزينتها بداك البرقوق اللي عسلت ودرت معها حتى التمر معسل. الى هنا البنات كنقول لكم السلام عليكم، عواشر مباركه، وما هذه الا حقيقه البيوت الشعبيه المغربيه. ما تنساوش لي لايك الى عجبتكم القناه، وعواشر مباركه.